السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد، فلوغ جديد من سيوات ليلى العميريه. الفيديو ديال اليوم والفلوغ ديال اليوم غتمشيو معنا لفرنسا عند الوالده مرات الاخ ديالي عميريه بالغربه، كدير في بركوكس. بركوكس يا بركوكس، غادي تشوفوا معنا طريقه فتل بركوكس، كتكرم فيه هو واجد وكطيبوا طيبوا بالحليب وديروا عليه جبيته بلديه. مرحبا بكم اخواتي اخواني، وسمحوني الا كنساهيكم. غادي نخليكم مع والده كتصايب في بركوكس بفرنسا، بلا غربال بلا والو، دي بانات كاك بالطبق وصافي. الله يعطيها الصحه، الله يحفظها لينا ويطول في عمرها يا ربي، ويطول في عمر امهاتكم واللي ميته لهم، والله يرحمها والله يغفر لها، والله يرحم امواتنا وامواتكم جميعا. وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. لايك ابوني بارطاج، ما تنساوش تعاونوا معنا بالصفاء. بسم الله وكلنا على الله. ها بركوكس ديال بكري، ها هو ما فيه لا هادي لا ديك. تنقرنوه بيدينا ونفقروه. بغيت تطرني على البلبوله طرني، بغيتي تطرني على هادي على الطعام طرنيه. والسلام عليكم، الله يحقد هاد الوباء. وها بركوكس اللي ما فيه لا دواء لا غبره لا تا حاجه والو، احنا طرناه درتو في الغربال، عقب درتو في الطبق، هانا تندير في الفخار باش نفقرو. ها التوما، ندير شويه د الملح في الماء وتنطرن. واخا حتى ما عديش الغربال اللي تيخرج بركوكس، عدي الغربال تاع السبيب. هنا في فرنسا ما كاينش الغربال الواسع، بريت عليه بالريق الناشف واني ما سطوش، درت غير الطبق. واخا حتى شويه تتمحشني، لا عندنا كاين الغربال، ماشي ما كاينش الغربال، تضربي وتخرجي الطعام، الطعام كواك عاد تيولي طعام وتتعدي توقفي عليه. ويني هذا راه محني، ها ودروك ها هو. وسمحوا لينا اللي تيتوحموا اللي تيولدوا اللي تيعشقوا اللي تي، ها انتوما ها انتوما ها هو. طرني شوفي الدقيق، خلط فورس، خلط الفيني، وهاد الشيء راه بالزربه، راه ما كاملاش واحد 20 دقيقه بالزربه. و الله يعطيك صحيحتك، زعما صحي تاع النفس. بغيت ديري الحليب ديريه، بغيت ديري بالدجاج ديريه، بغيت ديري بالقردة ديريه، بغيت ديري بكفتة ديريه، بغيت ديري بأي طريقة، أي طريقة درتيه. والخضرة والخضرة تقردي الخضرة وديريه، ها انتوما شوفوا، ها هو الحبة على الحبة، شتو واخا ما كاينش عندي الغربال هايدي، ها انتوما. الله يعاونكم، الله يحيد هاد الوابة، والله يطلق الطريق عليكم، والله يخليكم، والله يحفظكم، والله يرحم هاد الدري، قاع داير فينا الرعب، سعل فينا العافية في قلوبنا. الله يصبر مينتو ويصبر والديه، والله يخلي شعبنا ملي دارو صلاة صلة الرحيم، صلة الرحيم مع قاع الدقال. بعدا هاد الدري نزل الرحمة في القلوب تاع الناس، ودار صلة الرحيم، دار الخوخو الخطخطو، ودار مع زازاير ومع حيدو، ديك ما بقات كورة، زال هام على الكورة وعلى كورونا وعلى أي حاجة، على المرض، على الله يديرو من فريخ هاد الزنة. والله يعطي لموينتو الصبر، حنا وسعلت فينا العافية، وعس بالله عدم موينتو، الله يعطيها الصبر يجاوبوه، والله يديرو من حورية الزنة، الله يديرو من فريخ الزنة، الله يوسع عليه ضيقات القبور، الله ينزل عليه الرحمة، والله يقاد لينا البشر مع العمر وخلي العقل. ها هو ها هو تنفقر فيه، درت شويه د الملح نفقرو نكرمو، فهمتي؟ هذا داك تيقولو لي فتات، فتات السطبة، ها هو اللي تنشي مغليضة تنديرها بحال هكا وتجي تنفقرها. هادي تتلوحي على العداس، تلوحي على الفول تاهي، وتكرميها دروك تاهي تفقريها. هادي فتات السطبة، داك الشي الغليظ تنضربو بالطبق تنفقرو بوحدو، واللي رقيق بركوكس تنفقرو بوحدو. إيوا الله يعاونكم، والله يغيتنا
الله يغيثنا الله يغيثنا يا ربي، الله يخلي لنا محمد السادس، الله يخلي لنا محمد السادس، الله يخلي لنا محمد السادس. راه كما كان راه رد صعب. يا اخواتي اخواني، هو البركوكس ديالنا او محمصه كما تنقولوا ليها باللغه العربيه، بخراتها طرناتها وبخراتها بحال الكسكسه، وكيفرشوا لها واحد ليجار ولا شي فراش، كيبقاو ناشرينها 5 ايام 4 ايام حسب الحراره اللي كاينه في المنطقه، يعني عيكرم صافي كتجمعيه وكتديريه في شي شطيله ولا باطه، وفين ما بغيتي تجبدي منه جلافه ولا زوج، وديري بركوكس بالحليب، ديريه في تات الصباب لي قامه ولا عدس والقديد وداك التخربيق كله ديال الاعشاب، يعني ديك الاعشاب كلها. وسمحوا لينا الا شهيناكم ولا الا خطيكم علينا، بارطاجي ولايك ابوني وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. هذا هنا هو فتات الصباب، هو خرج غليظ، هو اللي كديروا فتات الصباب، وداك الاخر كيدار بالحليب. الله يعطيها الصحة والله يحفظها يا ربي، وشكرا ليها بزاف بزاف انها صورت لها هي لأم خديجة امال تبارك الله عليك على التصوير، الله يعطيكم الصحة انهم صوروا لي هذا الفيديو ديال بركوكس. قال لكم يديروا بركوكس، قلت لها صوروا لي، قالت لكم مرحبا الله يختم علينا يا ربي والله يحفظهم والله يعطيهم الصحة. وهذه هي التحية ديال الوالدة من فرنسا، الله يعطيها الصحة والله يعطيكم الصحة، الله يفرجها علينا وعليكم هانتوما. تبارك الله الليمونة قدام الباب، يعني الزردة كاينة اللويمين، الله يعطيهم الصحة ما شاء الله. مرحبا بكم في صحيوات ليلى العمالية، أنا الوالدة ديالها. هذا هو بركوكس اللي طرا من قبيله، وهاو بقى جبناه ودرنا ليه الحليب ودرنا ليه الزيت. اللي بغا ياكل تعالى مرحبا، والله يحيد يد البابا، الله يرحم هذاك الدري، سوانا وحرقنا وباز لوالديه، الله يحيد يد البابا، الله يحيد يد البابا، الله يفك الطريق، الله يهدي الجميع. اللي عدتي وليد الله يخلي ليها، الله يخلي ليها، واللي عدتي غادي الله يخلي ليها، الله يداويكم. امين المهم امين، الله يحفظك الله يعطيك الصحه حتىك، الله يطول عمرك الله يحيد بلاصتك. وهذه الطريقه النهائيه ديال بركوكس بالحليب، بركوكس عميري فرنسا. غادي نخليكم مع بعض السهيوات العميريه فرنسا، الوالده ومرت خويا الحميس والكسكسو. وتبارك الله كيما هنا كيما لهي الخير دافك، ومعلقين من جيران من صحابهم ضروري. الوالده كي هنا كي لهي ومرت خويا ضروري يذوقوا الجيران والصحاب، الخير دائما دافك الله يعطيهم الصحة. والحميس العميري بفرنسا هو تبارك الله، الله يعطيها الصحة الله يحفظها يا ربي، طيبة حميس نيت. ونخليكم مع الحميس ومع الكسكسو في أمان الله ورعايته، وما تنساوش لايك أبوني وبارطاجي، وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. تبارك الله عليك الوالدة، وتبارك الله عليك أمان، الله يعطيكم الصحة.